اليوم وصفتنا راح تكون لأصحاب الدايت أو الأكل الصحي، طبعا وصفة جدا طيبة وسهلة بنفس الوقت، وقوا حبايبي يا متابعة الفيديو حتى تشوفون الخطوات بالتفصيل. راح نبدي ياكم حبايبي المقادير. راح اخذ هنا صدر دجاج اقطعه بهذا الشكل على شكل شرائح طولية، اسوي كل يعني قطعة من الصدر اسويها نصفين. راح اضيف لهم التوابل، ابدي بالبداية بالملح، اخليهم ملح تقريبا ملعقة كوب من الملح، واخلي تقريبا ملعقة كوب من البابريكا الحمراء، وهنا اذا عندكم الأرجون متوفرة اضيفوها. راح اخلي قليل من الصودا حتى ينطيها طراوة اكثر، واضيف تقريبا ملعقة كوب من الكركم. راح اخذ سنثوم اهرسهم بهذا الشكل، بعد ذلك راح اخذ ليمون القشر يعني ابرشه، تقريبا يطلع ملعقه اكل من قشر الليمون، والباقي يعني اعصر عليهم تقريبا ملعقتين كبار من عصير النمو حامض. هسه راح اغلفهم ببلاستيك او نايلون واضيف او اخليهم تقريبا مده 4 ساعات، كل ما تبقى فتره اطول احسن. هسه راح اخذ قليل من زيت الزيتون وأشوي بيهم الدجاج بهذا الشكل. كل ما خليت فترة الشواء تكون أقل راح يكون الطعم هو طيب. أقلبهم بهذا الشكل على الوجه وعلى الظهر حتى على مود يستوين. كل ما كانت الفترة أقل كل ما كان الطعم أطيب. هنا أنا عندي بوتيتا أكون سالقتهم، اضيف لهم قليل من زيت الزيتون وقليل من البابريكا الحارة، هنا طبعا فلفل حار، وارش فيها قليل من البابريكا الأراغونا. صارت عندي هنا أنا جاهز الطبق، اخلي طبعا اكيد الزلطة حتكون موجودة، والقطع الصدر الدجاجة حتكون بهذا الشكل. لهنا وصفتنا ان شاء الله كملت، وان شاء الله تجربوها، اكلة جدا سهلة وسريعة بنفس الوقت صحية. بنهاية الفيديو حبايبي نستودعكم الله في امان الله، باي باي.